سماحة الشيخ، امرأة كبيرة في السن تسكن عند أحد بناتها، والمرأة هذه الكبيرة في السن لها عندها مال ومعتادة، والآن صحتها يعني ليست جيدة العقل، ومعتادة قبل أن يكون عقلها بهذا الشكل أنا تعطي الأطفال في رمضان أو في العيد أو في أطفال بناتها، وكذلك تطعم في رمضان تسوي عشاء، والآن حالها الآن تقوم البنت بنفس ما تقوم به الأم السابق، والناس أنكروا عليها هذا، قالوا ما يجوز تعملي هذا الشيء، فهذا فما رأي سماحة؟ نعم، الصحيح إنكار، أنه ينكر عن البنت أن تتصرف بشيء من مال أمها الآن، لأن أمها لما كانت عاقلة فالأمر بيدها، فلما اختل عقلها صار لا بد لها من ولي، لا بد لها من ولي، ولهذا نقول لا تتصرف بشيء من مالها إلا بعد أخذ ولاية من المحكمة. فالواجب عليها الآن أن تذهب إلى المحكمة وتبلغ القاضي بالواقع وتطلب ولاية على أمها. نعم. هل يجي حق الولي عمل نفس العمل؟ إيش؟ الولي. إذا صار لها ولي فإنه لا يتصرف بمالها إلا فيما هو لازم، أما التبرع فلا يتصرف به بشيء.